إلى ملف حقوق الإنسان في ميانمار، حيث قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته أن الحكومة الميانمارية عليها أن تعجل بوضع حد للاحتجاز التعسفي ولأجل غير مسمى لحوالي 130 ألفا من مسلمي الروهينجيا في مخيمات وصفتها بالقذرة التي تشوبها الانتهاكات في ولاية راخين. ويبدو أن تلك الإجراءات الأخيرة لإغلاق ظاهري للمخيمات هي أعدت في الواقع لتفريق واحتجاز الروهينجيا، وكانت السلطات قد وضعت هؤلاء في مخيمات احتجاز مكشوفة منذ نزوحهم هربا من التطهير العرقي. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الحقوقي الميانماري من أركان، دكتور طاهر الأركاني. أرحب بك دكتور طاهر الأركاني في حقوق الناس، وأسألك ابتداء عن هذه المخيمات، ما هي المعلومات التي تريدكم عن ما قامت به السلطات الميانمارية أخيرا بالإغلاق الظاهري لهذه المخيمات؟ هل فعلا أغلقت هذه المخيمات وأعيد من كان فيها إلى منازلهم داخل ميانمار؟ سيد طاهر تفضل. وهذه الآن أسمعك، تفضل. وفيها أكثر من 150 ألف لاجئ متواجدون في داخل هذه المخيمات، وهذه المخيمات مغلقة من جميع الجهات، لا يستطيع الناس يخرجون من هذه المخيمات إلى الخارج ولا من الخارج يدخلون إلى هذه المخيمات. أيضا هؤلاء ممنوعون من ممارسة أي نشاط، هم عادة كانوا يعيشون على تربية الحيوانات وصيد الأسماك، وقد منعوا من ممارسة هذه الأنشطة، وبالتالي منعوا من أرزاقهم، لا يستطيعون أن يتواصلوا مع الخارج. وهنالك أطفال ونساء محجوزون في هذه المخيمات، وفي بعض الأحيان يعلنون أنهم أغلقوا هذه المخيمات وهي في الواقع لا زالت موجودة، بل في أسوأ حالاتها السابقة، فيمارسوا أحيانا يوضعوا في غرفة واحدة ومساحتها ضيقة أكثر من عائلة، عائلتين، ثلاثة عوائل، أكثر من 12 شخص يوضعون دون مراعاة أدنى مشاعر. هل هناك أي مراقبة أممية طاهر لهذه المخيمات؟ يعني هل هناك سماح من قبل سلطات ميانمار لمنظمات الإغاثة الدولية لدخول هذه المخيمات؟ طبعا المخيمات هذه دخولها يعني مراقب ومحدود من قبل جيش ميانمار، حتى الأمم المسؤولون أو مندوبون من الأمم المتحدة لا يدخلون إلا معهم حراسة من الجيش، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى المخيمات التي يريدون الوصول إليها إلا المخيمات التي يحددها الجيش، وبالتالي يصلون إليها. هنا يبين مشكلة حتى الأمم المتحدة وصولهم إلى تلك المخيمات والاطلاع عن قرب على تلك. طيب دكتور طاهر، بالنسبة لهذه المخيمات المعروف بأنه كان في آلاف بل مئات الآلاف من النازحين موجودون داخل أراضي بنغلاديش، هؤلاء هل جزء منهم رجع من بنغلاديش إلى ميانمار أم أنها موجات نزوح جديدة من داخل ميانمار؟ طبعا لا يوجد هناك ناس رجعوا إلى ميانمار، لأن كل من يعيش الآن في داخل بنغلاديش كلاجئين حلمهم الأول والأخير أنهم يعودوا إلى وطنهم أركان، ولكنهم لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة إلى العودة إلى مواقعهم، لأنه لا يوجد هنالك أمن. الجيش يرسل تهديدات من الداخل ويعلن من الخارج أنها تريد أن تستقبل هؤلاء الناس، والناس اللاجئين في بنغلاديش يعرفون هذا الوضع، أنهم يتعرضون للقتل من جديد، ولذلك لا يتجرؤون العودة إلى أركان مرة أخرى إلا بحماية أممية، إن كانت هنالك حماية أممية في المستقبل. هذا ما يتوقع، ولكن حاليا لا يوجد هنالك أي عودة آمنة وتوعية من اللاجئين إلى بنغلاديش. طيب الآن بالنسبة للأرقام دكتور طاهر، يعني هل لديكم أرقام نسبية عن عدد النازحين الموجودين داخل ميانمار الذين تقول سلطات ميانمار بأنها أغلقت مخيماتهم، وعدد اللاجئين الموجودين في بنغلاديش، وإذا كان هناك أي مسلمين من أركان ما زالوا حتى الآن في قراهم؟ ليكون المشاهد على صورة واضحة، عدد أقلية الروهينجيا أكثر من 3 ملايين، ولكن في بنغلاديش حسب إحصائية
وزارة الداخلية بنغلاديش أن هنالك 1,200,000 لاجئ في بنغلاديش، والبقية من بعضهم في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ونصف هؤلاء اللاجئين قرابة أكثر من 1,000,000 وزيادة يعيشون داخل بورما، منهم أكثرهم في أراكان وبعضهم في مناطق أخرى، ولكن الأكثر السكان الروهينجيا في أراكان هم الآن في داخل مخيمات في مدينة سيتوي. هناك مخيم كبير يشتمل على أكثر من 100,000 لاجئ، وكذلك في مدينة موندو فيها مخيمات فيها عدد كبير، وكذلك مدينة راسيدون فيها عدد كبير، وكذلك مدينة بوثيدون، هذه المدن فيها مخيمات، كل مخيم يشتمل على عدد كبير من اللاجئين، لا يقل عن اللاجئين المحجوزين في مخيمات في داخل أراكان عن أقل من 200,000، وهم لا زالوا محجوزين في تلك المخيمات ولا يستطيعون يتحركوا ولا دخول إليها ولا الخروج منها. شكرا لك على هذه المعلومات طاهر الأراكاني، الناشط الحقوقي الأراكاني، كنت معي عبر سكايب.